عليك يا سيدي يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيمة. وما أدري وما أدري يعزي أم أهنئ المرتضى بابني الشهيد فطورا يهني فيه وأنظم مدحه ونظم العقويا علي بالطفوف أقام حربا كحربك يا علي مع وصير كربلاء بدرا وحدا ونادى يا حروب الجد وطور
مشكورا للوصي وعز فيه وتبكي العين للعقد فريد شباب 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 أعني هذا الشاب شباب ما رأى عرسايا ولكن تخضب كفه بدم الوريد فيا نفس ذهبي وجدا وحزنا ويا عيني بحمر الدايم جودي جودي على حلو الشباب وبدر تمن شبيه محمد خير الجدود كأني بالحسين كأني بالحسين غدا ينادي 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 علينا يا ليال الوصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي لتوثد جثتي رمثاً لحودي وتمشي باكيا من خلف نعشي ولدي كما يبكي الوليد على فقيدي وزينب قابلت ليلى وقالت ساعد الله قلبها ويا زينبها وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى أعيدي على حلو الشباب وبدر تمن ويلي يا بويا يا بويا من سمع يمك ونينا ونينا يا ابني ومن شبحيت لعند الموت عنا يا ابني يا علي للعشرين ما وصلن ساعة
سنينك وحاتفني عليك الدار نقشا يا ابويا قول من هول شرق راسك يا نور العين من خمد انفاسك يا ابني من نهب درعك انا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد في الواقع بأن القرآن الكريم أكد لنا على الصبر في أكثر من 90 آية ومنزلة الصبر من الإيمان كما في الحديث بمنزلة الرأس من الجسد فكما أن الجسد لا يصلح بدون الرأس كذلك الإيمان لا يتم إلا بالصبر لأنه عن هذا الطريق عن طريق التحمل والثبات وعن طريق الصبر والمثابرة يصل هذا الإنسان إلى مراتب عالية في هذه الحياة عن هذا الطريق أن يكون صابرا يتحمل كل المآسي والآلام عن هذا الطريق لأن بالصبر ينال الإنسان جميع المراتب العالية وكل العبادات من صلاة إلى صوم إلى حج إلى زكاة كل العبادات تحتاج إلى تحمل إلى قدرة وحتى أمور الحياة المادية كالعمل الوظيفة كل هذه الأمور تحتاج إلى صبر بدون هذه الأمور لا يمكن أن ينطلق الإنسان إلى الأمام ومن هذا المنطلق نرى
بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسم الصبر إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة أنواع، وقال: الصبر ثلاثة: صبر على المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة. بعد: ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة. بمعنى آخر، كلما تكون المصيبة أشد عنفاً على صاحبها وتحمل الإنسان وصبر، هنا تكون المصيبة سهلة جداً. فالحياة واقعاً أينما يتوجه الإنسان في هذه الحياة هناك آلام ومحن ومآسي أينما يتوجه، أي مكان، أي زاوية، أي موقع، يرى الآلام، يرى المآسي أينما يتوجه. وهكذا كل إنسان في هذه الحياة يعيش قلقاً، لا يوجد إنسان في هذه الحياة إلا ويعاني ويعيش قلقاً وخوفاً، قلق يخاف على مستقبله، على مستقبل أولاده، وهذا الخوف طبيعي يعتبر، الحياة هكذا. فإذا كان الإنسان يعيش قلقاً وخوفاً في هذه الحياة، ما العمل؟ ما هو الحل؟ القرآن الكريم يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الإنسان الذي ينقاد إلى الله عز وجل ويعتمد على الله عز وجل، يعيش الإنسان هادئاً مطمئناً مستقراً في حياته. بعد: وهناك أمر مهم في هذه الحياة، هذا الموضوع هام، وهو أن البلاء الذي يصيب الإنسان في هذه الحياة، كل أنواع البلايا من فقر إلى مرض إلى جوع إلى فقد حبيب أو عزيز، كل أنواع البلايا، فهو إن قابلها بالصبر، يعني صبر وتحمل، مرت عليه المصيبة بشكل طبيعي، يعود هذا الإنسان بعد الصدمة بشكل طبيعي. أما إذا جزع، هنا تكون المصيبة على صاحبها أشد عنفا، يجزع، ينهزم. وإلى هذا المعنى يشير الإمام الهادي عليه السلام فيقول: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. ويقول الإمام الرضا عليه السلام: من صبر نال بصبره درجة الصائم القائم
ودرجة الشهيد الذي قد ضرب بسيفه قدام محمد صلى الله عليه وآله. بعد حديث آخر للإمام الباقر عليه السلام يقول: ما ابتلى الله عبدا مؤمنا ببلية فصبر عليها إلا وكان له أجر 1000 شهيد. هذا مقام الصابر، له مقام عالي عند الله عز وجل، لا سيما في هذه الأيام، في هذا الزمان بالذات نحتاج إلى صبر أكثر، إلى إيمان أكثر، إلى توجه إلى الله عز وجل أكثر. محن، آلام، مآسي على هذه الأمة، على هذا المجتمع. أنا أقول يوميا دماء تجري، وين؟ في قلب العالم الإسلامي دماء يوميا في عراقنا الجريح، وفي عراق علي والحسين عليهما السلام دماء تجري يوميا. بعد دماء تجري يوميا في سوريا، في اليمن، هنا في هذا البلد. أين نسير في هذا العالم؟ واقعا حينما نبكي على الحسين عليه السلام، ونبكي على هذا الشاب الموالي الذي كان مواليا محبا إلى أهل البيت عليهما السلام، أنا أقول بأن كل الشهداء الذين سقطوا في القطيف مؤخرا وفي الدمام وكانوا في حالة عبادة ودعاء وتوجه إلى الله عز وجل، بعد كانوا في يوم الجمعة وفي ذكرى ميلاد سيد الشهداء وفي بيت من بيوت الله عز وجل في حالة عبادة، في الواقع هؤلاء محشورين مع الحسين عليه السلام، بعد ويا الإمام علي، هؤلاء محشورين مع الزهراء لأنهم قدموا دماءهم الطاهرة دفاعا عن الدين. هؤلاء أحياء عند الله عز وجل، الشهيد حي يرزق لأنه يدافع عن الكلمة، عن الدين بهذا الدم. بعد كل ما يجري في العالم، في كل العالم من قهر وإرهاب ودماء، هذه علامة لظهور صاحب الأمر والزمان المهدي المنتظر. ثانية، ثالثة أعلى منها، ونحن في الواقع من المنتظرين لظهور صاحب الأمر والزمان حتى يأخذ بثارات آبائه وأجداده. وما جرى على شيعة علي إلى هذه اللحظة، نحن نحارب، جريمتنا أننا شيعة، لكن نحن مع الحسين مهما فعلوا ويا أهل البيت. كلما قاموا بهذه الجرائم احضروا في هذه الأماكن، تعال إلى المأتم، تعال إلى بيت الزهراء. بعد وهذا الفقيد الغالي
الموالي المؤمن محشور مع الزهراء واقعا مع الإمام علي، لأنه إنسان مؤمن وإنسان موالي ومحب إلى أهل البيت، محب إلى الزهراء، هنيئا له. بعد سيدي يا أبا صالح، انظر إلينا وإلى حال هذه الأمة، انظر إلى هذا الدين وهذه الدماء التي تجري يوميا، فنقول سيدي يا أبا صالح متى تظهر لتأخذ بثارات آبائك وأجدادك وما جرى على الحسين في يوم كربلاء؟ نظرها. فنقول سيدي، ها ندب إلى الحجة، نبكي على هؤلاء الشهداء ونبكي على هذا الشاب، ها على هذا الفقير. سيدي متى تظهر، ها ندبة، لتأخذ بثاراتي آبائك وأجدادك، رحم الله من نادى وحسينا. سيدي متى تظهر لتأخذ بثارات أمك فاطمة وما جرى عليها بين الجدار والباب؟ بعد سيدي متى تظهر لتأخذ بثارات زينب وما جرى عليها في يوم كربلاء؟ ما الذي جرى على زينب وأخوات زينب؟ هجموا على زينب وأخوات زينب، فخرجنا النساء يتفاررن من خيمة إلى خيمة، أي ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. فخرجنا النساء يتفاررن من خيمتين إلى خيمة ومن خباء إلى خباء، والمنادي ينادي أحرقوا بيوت الظالمين. ويلي ودعتك الله يا عيوني، ودعيها اتنادي، ودعتك الله يا عيوني. سمعها اتنادي، ودعتك الله يا عيوني. يا عيوني يردون عنك يا خذوني. ساعد الله قلب العزيز سكينة لما خرت
على جسدي والدي الحسين اجتمعت عليها عدة من الأعداء، جروها وجعلوا يضربونها بالسياط. رحم الله من نادى وإمام نادت بويا 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 برضاك لا رغم علي بويا برضاك لا رغم علي بويا بويا يجرن الشمر من بين وصراخ ودير العلا ودر الحميتك ما تخلي اي ودر الحميتك ما يا 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 تخلي. أما زينب نظرت إلى جسدي أخي الحسين وهي على ظهر النار سوت صاحت أخي يا أبا عبد الله لو خيروني بين الرحيل والمقام عنده لاخترت المقام عندك ولو أن السباع تأكل من لحمي. ناديت مروا يا حادين يا مجسم والي سمعني ناديت مروا يا حادينا يا مجسم ويا لي قل لابوه سكينا ترضى يذلوا يا ويل مروا على العابة جثة بلاي يا رايا كيف البصر يا امشي وتخلوا مروا على الجاسم فوق الثرى نادوا بنيها لازم يزفوا يا ويلي مروا على الأكمى فوق الثرى طايبة نادوا بني لازم يدفنوا. بعد هذا البيت هدية إلى أمواتكم، هدية إلى أرواح شهدائنا الأبرار. ناديت يا خويا يا خويا ويا بعد أهلي شلون نارو
اخويا يا اخويا ويا بعد اهلي شلون انا اروح. شلون شلون انا اروح وتبقى بالشمس يا حسين ما تروح ما تسمع خواته يمك تنوح واطفالك تصارخ بين ذي ابو علي هذا يقول عم وين عمي وهذا الصيح فارقني ابن امي يا هيج نوعتي ويزيد همي علي لك من يدير العليا صحيت يردون نسافر يا بعد اهلي ونخلي يا ريت من قبل السفر نقعد نوا هذا الفراق وين يا ابن امي نلاقي لا تقول خلتني العزيز بغير تغسل ابو علي لا تقول عني سافروا ما ودعوني راح خواتي ولا القبر ما شيعه يا ريتهم عندك يا اخويا يتركوني لا روح حسرة ميسرة فوق المهازي أحمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النايبات حسرة بوادي يا الله. طبعاً هذا المجلس المبارك يهدى إلى روح فقيدنا الغالي حسن